أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون وإن استكبروا فالذين عنده يسبحون له بالليل
والنهار وهم لا يسأمون. صدق الله مولانا العظيم. ادعوك قالوا لك انا الله اكبر ارى مي وبالي بيبي قران يني كان كما كيلو كما سين كميم الله اكبر ارون كالوكو نا سي بالي اتوتو افا وا جانا سي اغبا الله نبو هنا جاو امين.